انا المال بكرهه كثير، انا احتقر المال. يعني لو اشوف 100 مليون قدامي او مليون دولار او مليونين، لازم عندي فكره الصرف او فكره يعني امسكهم وبرميهم باي شيء. يعني لا اتحمل رؤيه المال، يعني اكرهه جدا. بمعنى ما انا بحب اسمي السمعه تبعي تظهر، يعني هذا يهمني اكثر من اي شيء اخر. يعني تفاصيل الواجب او الرساله تبعي انه هي قدمت للاخر، انه ظهرت، يعني هذا يهمني اكثر. يعني هل هي ظهرت على المستوى الاقليمي مثلا؟ يعني كيف بدها تظهر على المستوى العالمي مثلا؟ هذا سؤال. يعني بوجود اولاد ال اولاد ال اللي بيحطوا عندك عراقيل بحياتك ومهنتك، الناس اللي عندهم منظومات وسند، يعني هي كمان كهدول وراهم الناس، يعني عم نحارب. يعني في ناس على فانكوف ما زاد الدخل بكريس وسوبي بعشرات مليون دولار، صح هذا الكلام، بس في الواقع هو لما كان موجود هو ما معه ولا لوحه، كان اخوه ثيو يشتري من اللوحات. يعني في كثير مصائب يعني كارثيه بالرسم. يعني Non, je ne regrette rien, ni le bien.